أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله عز وجل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك مباح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك متعرض لمن نواك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين. آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد على كل شيء قدير إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك خير هذا الشهر ونوره ونصره وبركاته وطهوره ورزقه وأسألك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم ادخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا مذل كل جبار ويا معز المؤمنين، أنت كهفي حين تعيني المذاهب، وأنت بارئ خلقي رحمة بي، وقد كنت عن خلقي غنيا، ولولا رحمتك لكنت من الهالكين، وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المفضوحين، يا مرسل الرحمة من معادنها ومنشئ البركة من مواضعها، يا من خص نفسه بالشموخ والرفعة، فأولياؤه بعزه يتعززون، ويا من وضعت له الملوك نير المذلة على أعناقه، فهم من سطواته خائفون. أسألك بكينونيتك التي اشتققتها من كبريائي، وأسألك بكبريائك التي اشتققتها من عزتي، وأسألك بعزتك التي استويت بها على عرشك فخلقت بها جميع خلقك، فهم لك مذعنون، أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين.